ذات الاحتفال بست الخم الأسنان العالمي اللي كنت 20 مارس هو اليوم العالمي لست الخم الأسنان. بدأنا الفعاليات، كانت لنا فعالية في جامعة القدس أبو ظبي، اليوم فعالية في مدرسة الدور الأساسية، راح تكون كمان فعالية في مدرسة سينجر، اليوم راح تتوالى فعالياتنا في معظم المحافظات. هذا الاحتفال لتعزيز صحة الفم والأسنان، صحة الفم والأسنان جزء من الصحة العامة. بحب كل عام نحيي هذه الفعالية وهذا النشاط، كان المفروض نحييها الأسبوع الماضي، الأحوال الجوية حالت من ذلك، فعلنا على أساس ننطلق من كبيرين المدرسة الأطفال نوعيهم نرشدهم كيفية العناية بأسنانهم، خاصة أنه العنوان للفعالية هذه فلسطين تبتسم، كيف تبتسم إذا أطفالنا ما ابتسموا، وبالتالي كان واجبنا أنه نوعيهم ونرشدهم على آلية الضيف والعناية والاهتمام بالفم والأسنان. لحظة